يقعد عند سيدنا النبي وابنه جنبه. وبعدين فجأة الراجل ده انقطع، فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ بيسأل عنه. قالوا يا رسول الله ولده هلك، يعني ابنه مات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فعزاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا يسرك أنك ما جئت يوم القيامة على باب من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ يا جماعة، اللي مات له عيل إن شاء الله يكون سقط، يجي على أبواب الجنة الثمانية واقف يقول له تعالى لو حابب تدخل من الباب ده اتفضل. فالأب يمشي شوية يلاقيها على الباب الثاني، يقول له تعالى من الباب ده، يلاقيها على الباب الثالث، طب تعالى من الباب ده. يعني والطفل اللي مات ده رضيع، رغم ان هو ما شافوش. يعني حضرتك بتقول حتى لو كان سقط، يعني لسه ما اتكونش اساسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد كنا له حجاب من النار وباب الى